أجدك منحاز قليلا للقوات الخاصة العراقية. لا والله مو قليلا، أنا أنحاز بشكل كبير جدا للقوات الخاصة بصراحة. أنا أعتز بصنف القوات الخاصة مع اعتزازي لكل الصنوف، لأنه القوات الخاصة بدون الصنوف الأخرى ما تقدر تشتغل طبعا. ولكن صنف القوات الخاصة هو صنف الرجال، صنف الأبطال، إلهم كل الاحترام زملائنا ومنتسبي هذا الصنف اللي بالجيش السابق وبالجيش الحالي. وحقيقة من خلال برنامجكم أنا أشجع كل الطلاب بالكلية العسكرية، وحكيت لهم بشكل مباشر إذا كان الطالب يرغب أنه يكون له مستقبل بالجيش كقائد بالمستقبل، يجب أن يخطو خطوات يعني واثقة باتجاه اختيار صنف القوات الخاصة أو صنف المشاة أو صنف الدروع. هذه الصنوف إلها مستقبل كبير بالجيش مع اعتزازي واحترامي لكل الصنوف الأخرى، فأنا متحيز لصنف القوات الخاصة.